السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة أنفو إلكماتيك. في هذه الحلقة سنتكلم عن دايود زينر أو الصمام الثنائي زينر، إذا تابعونا. الدايود زينر، إذا الدايود زينر هو عنصر إلكتروني يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد مثل ما يفعل الدايود العادي، ولكنه يتميز عن الدايود العادي بكونه يسمح كذلك بمرور التيار في عكس الاتجاه إذا زاد الجهد الواقع عليه عن جهد الانهيار بريك داون، والذي يسمى جهد زينر. سمي بزينر نسبة إلى العالم الأمريكي زينر الذي اكتشف التأثير الكهربي. إذا هذه هي صورة دايود زينر. إذا كما قلنا فلزينر حالتين، هو أنه يعمل في الاتجاهين الأمامي والعكسي، فهو يتصرف في الاتجاه الأمامي تصرف الدايود العادي تماما، وفي الاتجاه العكسي يعمل كمراقب للفولت على مهبطه لأنه سيكون موصل. إذا هنا بالنسبة لزينر له قطبان أنود وكاثود، كيف نميز بينهما؟ بالنسبة للكاثود يوجد به شريط أسود هنا في الجانب كما تلاحظون، هذا هو رمز الدايود زينر في الدوائر الكهربية. إذا هنا أنود وهنا كاثود. هنا كما تلاحظون مميزات الجهد والتيار لثنائي زينر دون انهيار جهد ناقص 3.4 فولت. إذا هنا كما تلاحظون يشبه الدايود العادي في الانحياز الأمامي وهنا في الانحياز العكسي. إذا بالنسبة لجهد الانهيار هو ناقص 3.4 فولت، سمى جهد زينر، يعني بعد هذا الجهد يقع انهيار فيسمح بمرور التيار الكهربائي. إذا بالنسبة لاستخدامات دايود زينر أو ثنائي زينر، يستخدم في دوائر تنظيم فرق الجهد لتقسيم الجهد في الدوائر الإلكترونية لحماية العناصر الإلكترونية من التلف كذلك، ويستعمل كذلك في معظم الدارات الإلكترونية للحماية ولتنظيم الأجزاء الداخلية. هنا لدينا مثال على دائرة التقطيع، بحيث لدينا اثنين من ثنائي زينر متعاكسين في سلسلة تقطيع نصف إشارة الدخل. يمكن استخدام هذه الدارة في إعادة تشكيل الإشارة وأيضا لمنع ارتفاع الجهد من التأثير على الدوائر المتصلة بمصدر الطاقة. مثال آخر، إذا هنا مثال على مزيح الجهد. إذا كما تلاحظون يمكن تطبيق الصمام الثنائي زينر على دائرة فيها مقاومة ليكون بمثابة ناقل للجهد. مثال آخر على منظم الجهد، إذا يمكن تطبيق الدايود زينر في دائرة منظم الجهد على الحمل. بالنسبة لفحص الدايود زينر نقوم بربط الطرف الموجب في الأفوميتر أو المالتيمتر بالأنود والطرف السالب في المالتيمتر بالكاثود، ثم نضبط مؤشر الأفوميتر أو المالتيمتر على رمز الدايود، ثم في هذه الحالة سيعطينا قراءة قيمة مقاومة صغيرة أو منخفضة. وفي حالة قمنا بقلب المربطين سنحصل على open load أو لن يعطي أي قيمة في دلالة على أن الدايود زينر سليم. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء إن شاء الله.